السلام عليكم، معاكم من قناة جيمنج جروب. لا تنسون تكملون يوم راجيكم فيديو جديد. حلقتنا التاسعة من سلسلة كارير مود. حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا. عندنا مباراة ضد اتوقع هي غلطة السراي. عندنا رسالة من رافع البرون، نحتاج نعمل أكثر من برون عدم الغلط. أعتمد عليك في الأسود برون، مو قاعد اللعبة، خروح اللعبة. طلع عرض الفويلد، عرض الفويلد هذا. دشوا دشوا احتياط. دشوا الاحتياط. راح اخذها محاكاة. اوه عندنا مباراة ضد برشلونة. مباراتنا ضد برشلونة، يا رب يا رب هاي فوز. والله انكم اساطير. 4-0 على ما العب غلط الشراي. مباراة مترقبة. إذا فزنا على برشلونة يعني نصير المركز الأول، فرق نقطة واحدة. خلينا ندخل. ده مؤتمر صحفي. السلام عليكم. سيسجل اليوم. بنزيما بيسجل اليوم. سيسجل. يجب علينا ان نحاول، يمكن نعوض الخساره في نهايه الموسم، بس يجب علينا نحاول. هذا مباريات برشلونه مو مهم. قلقين مقلقين، ما لنا شغل فيهم. احنا بندش بنباريهم. يا حبيبي والله انا خايف من ميسي. شوف 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 التدريب قاعد يجري. اكيد في ترقب كبير لهذه المباراه، وطبعا على ملعب برشلونه اقوى مباراه في هذه الجوله، على الملعب ولنطمح بان تكون على قدر التوقعات. يلا ييكا ييكا. اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، واليوم نلتقي مع الحدث الكروي الابرز في الساحه الرياضيه، كلاسيكو العالم، البارسا وريال مدريد. لقاء النجوم، لقاء يقسم الكره الارضيه وليس اسبانيا فقط. العشاق، المحبين، الجماهير في كل مكان. الكل كورتوا يتصدى واللعب مستمر الان. ليو ميسي مع لويس سواريز. ليو ميسي هدف في المرمى الان. حكم المباراة بيلغي الهدف، راية وتسلل في اللقطة الماضية. حبيبي والله راح نلعب شكلنا تحت الضغط. سيرجيو راموس. ايدن هازارد. توني كروس. مارسيلو امام الفرصة للانطلاق. خطأ لمصلحة ريال مدريد. تقطع الكرة عن طريق بوسكيتس. نيمار. ايدن هازارد. عرضية لبنزيما. تير شتيغن يتدخل الآن ويبعد العرضية. بنزيما في موقف تسلل. برشلونة الفريق المعروف عن ميله اللعب الهجومي والضغط والسيطرة على وسط الميدان. يدخل هذا اللقاء وهو الفريق الأكثر تسجيل الأهداف في الدوري، فريق قادر على تسجيل الأهداف في أي وقت بسبب قدرات الهجومية ومهارات لاعبيه الفردية. عند الكرة الآن.
مشارين عفون افتكاك الكرة داخل المنطقة. ملاعب جريزمان ريال مدريد يجد تنافس كبير داخل إسبانيا سواء على الصعيد الكلاسيكو مع البارسا أو في نفس المدينة مع أتلتيكو مدريد واللي يقدم مواسم رائعة مؤخرا. فرصة للعب كرة بعرض الملعب. تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على المرمى. تيكي تاكا تأخذ مجراها. يا حبيبي على هذا الهدف. الله على هذا الضغط. لم يترك للخصم أي فرصة ولا أي وقت للتفكير. الكرة وهي بحوزته كانت الخطوة الأولى في الهدف. برشلونة ينجح في أخذ المقدمة. تدخل بخلص الكرة. إيدن هازارد. ركلية تأتي في ظل بحث ريال مدريد عن التعادل. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. الله على التمركز. المدافع يتدخل لإبعاد الكرة العرضية. فرصة تتجدد مع ركلة ركلية أخرى. انطلق على الطرف. ممكن يلعب لك كرة عرضية. إيدن هازارد. أوه وكرة في المرمى. التعادل الآن. استحس فريق. استحس هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. سواريز هنا في مكان خطير. وكون يتقدم للأمام. توقف جيد في قطع الكرة. في كل مرة يلمس الكرة نسمع أصوات وصافرات الجماهير ضده. الكل كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. كاسيميرو. الفريق يبني الهجمة بدون تسرع. احتفاظ ممتاز بالكرة. كرة أخيرة للتقدم الآن. الله ريال مدريد يحرك كل مرمى. كلهم يستحون. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى. الله يكون صافي. اعتمد على نفسه على مهاراته على إمكانياته. استحى والله بالجول. يسأل عن الدفاع كيف يتركوه يقوم بكل هذا. والله هازارد. برشلونة وفريقه يفقد الكرة. الكرة تعود إلى الخصم. لا ركب عدل. ديون. خباها. كان جول. سيرجيو بوسكيت. لويس سواريز. اثنين حقنا واحد حقهم. النتيجة حلوة. تمرير على طرف الملعب. جوردي ألبا. الشوط الحين يكون أحلى. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. إيفان راكيتيتش. لا شوت لا شوت. قد تكون هذه الفرصة. لا شوتون من برا. كرة بينية خلف المدافعين. لولا صفرة حكم المباراة لكان هدف الأخطر. تسلل مثير جدا للجدل. يعلن حكم مباراة المساعد. بس حكم صفرة. جيرارد بيكيه. الشوط الأول. حلو الشوط. حلو. الشوط الثاني يبدأ من مباراة الكلاسيكو والتفوق والتقدم لمصلحة ريال مدريد على برشلونة. استحواذ كبير من برشلونة على الكرة في هذه المباراة، لكن نستطيع أن نقول بأنها سيطرة سلبية لا تحقق المرجو منها حتى الآن. حتى اللحظة لا يشكل الفريق أي تهديد حقيقي على مرمى الخصم. ويبدو غير يا الله على هذه الفرصة. دخلت الكرة. كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية. كان قريب من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حالف فرصة بتضيع. تمريرة ممتازة إلى هازارد. الخطورة عند إيدن هازارد الآن. يتدخل شتيكن واللعب مستمر الآن. ارجع يا مارسيلو ارجع. مشاهدينا متابعينا في لا ليغا سانتاندير مشاهد على الشاشة الآن. ليو ميسي. فرصة للتعادل. الكرة للتعادل الآن. ميسي خلونا الحارس يبعد الكرة. ألبا. يا حبيبي تقول له عده. نتعرف على الشاشه وعلى لقاء الضيوف القادم ضمن اطار دوري اسباني في لا ليغا سانتاندير. تدخل خاطئ. قد نشاهد بطاقه تخرج في هذه اللحظات. حكم انذار هذا مو بس. حكم انذار
ادخل مارسيلو. تكفى مارسيلو، تكفى فرصة للعرضية. مارسيلو لوكا مودريتش، ايه؟ كريم بنزيما كروس، بيجرب بيشوت، يا مستحيل الكرة في المرمى، الهدف يأتي وريال مدريد بفارق الهدفين الآن. أسطورتي يا كروس، ذكاء في التعامل مع الكرة، وصلت لتمريرة مثالية، لم يحاول استقبالها، وضعها من اللمسة الأولى في الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين للسلام بين الفريقين. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة، جاهز حق المباراة بشكل وايد، جاهزها وايد. فريق غامر الآن ويطبق التكتيك الهجومي، يبحث عن تشكيل خطورة على المنافس، التحامات هوائية كثيرة نشاهدها في الدقائق المقبلة. شوف الآن الفريق بكامل أفراده قد تقدم للأمام، في دفاع هجومي واضح، في شيء من المغامرة، ولكن هي مغامرة لا بد منها. ممتاز اللعبة من لوكا، إيدن هازارد، قرار شجاع من حكم رايا في احتساب هذا التسلل، الموقف صعب بصراحة. قد تأتي الحلول من دكة البدلاء، الأوراق الرابحة، المدرب يدخل لاعب بديل على أمل العودة في المباراة. باص على الطرف لميسي، عنده الإمكانية هنا فرانكي ديونغ، كورتوا تصدى واللعب مستمر الآن. فرانكي ديونغ عودة إلى ليونيل ميسي، حكم الرأي يشوف أن فيها تسلل بالرغم من الاحتجاجات الكبيرة من اللاعب. هل قد يأتي من دكة البدلاء والمدرب يقرر قيام التغيير في محاولة العودة لهذا اللقاء؟ مارسيلو، إيدن هازارد، مهارة يلا. كبيرة في نقل، ممتاز اللعبة من لوكا، البدال ما طلع وين كبير بس يلا. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. برشلونة يهاجم، كرة عرضية باتجاه ميسي، عمل جيد في قطع الكرة. ارتور ميلو نزل، فيدال نزل، فيني الفيربو نزل، عارفه ما بيصير. 8 دقائق تفصل عن نهاية اللقاء. دانيال كارفخال، الكرة بتروح من ريال مدريد. سوي تبديل، طلع بنزيما، نزل يسكو، بس حتى لو يلعب راس حربة بدون أي مبررات. ما يحدث للفريق اليوم أمر كارثي بكل معنى الكلمة، مباراة سيئة من برشلونة، لا يجب على اللاعبين سوى لوم أنفسهم حقيقة، لم يقدموا المطلوب، ما كانوا على القدر الكافي من الآمال والمسؤولية، مباراة للنسيان، لا يوجد تعامل ممتاز من حارس المرمى مع الكرة الثابتة، ما كانت سهلة في اللقطة الماضية. لا باص. إيدن هازارد، دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. إسكو. إسكو. دقيقتين كوت بدل ضائع. ايه كذي يا الجماهير، ايه. فيدال باتجاه المرمى، ليو ميسي، ارتور ميلو، انت الفرصة في هذه اللحظات. بيهرب فيها من الرقابة، يا سلام على المهارة. نصل إلى الختام مع فوز تميم، صدرنا الدوري 28 نقطة وهم 27، ما حضر متوسط، ما بيحضره، ما حضر، أدري إيش بيسألوني أسئلة خايسة. أهم شيء فزنا 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 ساطير. أوكي شباب، كان معاكم أخوكم من قناة جيمنج جروب، لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، تكتبون كومنت. شنقول لكم الحين؟ مع السلامة.